احنا بندير مشروع للأسرة، لكن بابا بياخد كل الفلوس. انت اعظم كنوزي يا ابني. اصحى ونور يا حبيبي، صباح الخير. ابدأ يومك بكاس مية. شكرا يا بابا. صباح الخير. لو سمحت ما تقتلنيش. هاها عملتها فيك يا ابني، كان لازم تشوف وشك. ايه الصبح المضحك ده؟ لكن يا بابا، مش الجو جميل يا ابني؟ ده هايل علشان نروح نتمشى دلوقتي. خليني اقولك كل حاجة عن الدنيا بتمشي ازاي. امشي ورايا يا ولد، استمر. ميعاد رومانسي. اوه بابا، هاي، اتفضلوا اقعدوا، انا هوصلكم. ليديز فيرست. شكرا يا بابا. بابا دي أليس، سعيد بمقابلتك. اوكي انا لازم امشي. استني يا ميك، ده بابايا، ممكن يوصلنا. ممكن تمشوا يا ولاد. خلاص كده، باي. الامتحان ده صعب جدا، يا ترى الإجابات إيه؟ أهلا يا ابني، إيه اللي معاك؟ بابا ممكن تساعدني؟ أنا مش عارف إيه الإجابات، خليني أساعدك. أنت ممكن تروح تستريح دلوقتي وأنا هعمل لك كل شغلك. إيه الأخبار يا سبون؟ خلي باباك يساعدك في امتحانك، وروح أنت العب في أوضتك. فيهو الكنبة بقت فاضية، أنا هكتب إجابات عشوائية. التعليم سهل جدا. اتفضل الامتحان يا أستاذ. إيه ده؟ كل الإجابات غلط. F minus. شكرا جدا يا بابا. خليك مستقيم يا ابني، كده بالظبط. ممتاز، دلوقتي جربها بنفسك. ها شغل هايل، انت ماشي بشكل كويس يا حبيبي. انت جاهز يا ابني، انطلق. ايوه الو، لا انا مش مشغول، ممكن تتكلم. بابا بابا ازاي وقفها؟ لا لا كل حاجه كويسه. ابني نسي أكل السمكة بتاعته. كمل نومك بس يا حبيبي، بابا هيهتم بكل حاجة. صباح الخير يا سمكتي. إيه؟ سمكتي أنتي رحتي فين؟ بابا أنت بتقلي إيه؟ سمكتي هو ماله؟ دي مجرد بيضة. الأسهم بتنزل دلوقتي، طالما انت قادر لسه ابقى كلمني تاني بعدين. ابني ابني تعال هنا، انا نسيت اجيب لك حاجة. اتفضل المصروف بتاعك النهاردة، وروح اشتري حاجة كويسة لنفسك. انا بحبك يا بابا. عملنا مشروع شغل للأسرة، أنا بغسل العربيات، لكن لسبب مجهول بابا بياخد كل الفلوس. ده مش عادل، اتفضل نسبة 10% يا ابني بتاعتك، مش كده باباك كريم؟
ابني استعد لضربها. أوتش! أنت كويس يا ابني؟ أيوة يا بابا، امسك. كويس، يلا نكمل لعب. ابني ارجع لورا، أنا هرميها. واو، دي ضربة ممتازة. بابا الكرة راحت فين؟ يلا، مش قادر أوصل لها. بابا اتفضل الشهادة بتاعت درجاتي، خلينا أشوف. كله ممتاز؟ مش وحش يا ديف. اديني ايديك، انت تستاهل موبايل جديد علشان انت طالب ممتاز بالشكل ده. شكرا يا بابا، انا بحبك، انت الاحسن. فين شهادة الدرجات الغبية بتاعت ابني؟ انا هغير كل الدرجات لإف. دلوقتي مش هضطر ان انا اقدم له اي هدايا. بابا، انت جبت الكؤوس دي كلها منين؟ في يوم من الايام انا كنت احسن بوكسر في المدرسه. عايزني اعلمك حركتين؟ انا هوريك ازاي تتخانق. اضربني دلوقتي، انا هضربك. انت هايل جدا. افتكر الحركه دي، ودلوقتي دورك. شغل هايل يا حبيبي، انت اتعلمته بسرعه جدا. اهلا يا فاشل. اوه يا شباب، لو سمحتوا بلاش. اوتش، الشغل خلص يا فندم. اوتش، شكرا لشغلكم المظبوط يا شباب. اوه، مين اللي ضربك؟ لازم تتعلم ازاي تدافع عن نفسك. النهارده يوم حضور ابائكم للمدرسه، يلا نقول هاي لبابا ديف. هاي يا ولاد، انا موسيقي، اسمعوا اجدد اغنية. اهو يا ربي، ده كابوس، لو سمحت اسكت. انطلق يا بابا، انا هشجعك، انت نجمي. النهاردة طالب من طلابنا جاب بابا معاه للمدرسة، يلا نرحب بيه ترحيب حار. أنا جراح، ودايما بيكون في دم على إيدي. أوه يا ربي، دي الطريقة اللي بعمل بيها عمليات كل يوم. إيه رأيكم يا ولاد؟ حبيتوا وظيفتي؟ بابا، أنت شكلك عامل كده ليه؟ حد يساعدني، ده أغمى عليه. أفتكر إن كده كفاية على يوم حضور الآباء في المدرسة النهاردة. خلي بالك من علامات مرور الشارع يا ابني، اركن هنا. شغل هايل. دلوقتي هدي، بص على النور. أنت هتكون سواق هايل. بابا، بص على علامات الشارع، خلي بالك. واو، بابا لا. يا ابني أيوة، أنت ممكن تتمشى من هنا. آه يا بابا، اقفل عينيك، بابا معاه مفاجأة ليك. افتح عينيك، البلاي ستيشن الجديدة دي ليك. شكرا يا بابا، انت الأحسن، مش قادر أصدق. هاي يا ابني، دي بتشتغل ازاي؟ هو أنا بضغط على الزرار الصح؟ انت تخسر يا بابا، آسف. عيد ميلاد سعيد ليا. اها، مبروك. بابا، هديتي فين؟ صح، اتفضل اهي. ايه ده؟ أنا عايز فيديو جيم. روح العب يا ابني، باباك مشغول. عجبكم الأب الكويس والأب السيء؟ قولنا في التعليقات مين الأب اللي عجبكم أكتر. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا
وتعملوا لايك للفيديو وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات جديدة من تروم تروم.